لذلك كان التقرير اليوم في صحيفة هارتس يقول بأن نتنياهو يقصف غزة ليلا ويمنع انهيارها خلال اليوم، وذلك مع أطراف إقليمية. هل بالفعل هناك تخوف؟ يعني هو في كثير محللين بيعتقدوا أنه المؤامرة اللي موجودة حاليا والتي تحاك وما يقال عنها صفقة القرن كلها مبنية على أساس إقامة دويلة في غزة، أو حتى مش دويلة، يعني جرين بلاد في مقاله في الواشنطن بوست قال هيئة بودي جسم يحكم غزة ويدير شؤون غزة، بدهم يعملوا قيام في غزة مع توسيعها بجزء من سيناء مقابل ابتلاع الضفة الغربية من إسرائيل. هذا الحل لا يمكن أن ينجح، لا يمكن. أنت عندك في الضفة الغربية 3 ملايين فلسطيني، وين بدك تروح فيهم؟ احنا قبلنا بالهم والهم مش راضي فينا، احنا قبلنا بدولة فلسطينية على 22% من مساحة فلسطين التاريخية. الآن هم عم ببنوا في مستوطنات وبيبتلعوا بالضفة الغربية، وحتى 22% بدهم ياخذوها.